صباح الخير عليكم يا الحباب، لاباس عليكم؟ كي داير مع الصحه؟ ان شاء الله تكون اموركم على الف خير. عواشركم مبروكه. قولي اميره، عواشركم. قولي عواشركم عواشركم مبروكه. مبروكه. قولي ملاباس عليكم. المهم درت الميكروفون باش تسمعونا مزيان، وقالت لي اميره تاهي بغات واحد. شوف الله عندي جوج، داكشي درنا كل وحده. لا ما تمسيش. داكشي درنا كل وحده هذا يكون عندها ميكروفون. ياك اميره؟ واميره شرينا ليها قندوره ولا هذيك نقول ديال الدار. شوفوا بغيت ندير لكم بحال هكا وتوريكم اميره. شوفوا بلاتي بلاتي اميره. المهم ها هي اميره. اميره دوري دوري دوري. ايه اميره عجبتها، خدينا من السوق. انا هذه خديتها من السوق. كل وحده فينا في البنات واخده هذا قندوره، والراجلي ماما جابت لي هذه من العمره، هاد الفوقيه هكا. خا صعيب تلقى ليه الطول ديالو، كي جات مزيانه ياك. تلبس لها شي صنداله ديال الصبع. ساي ساي بابا صنبتها. شي خصني شي معلقه ولا شي موس باش ما ننسش بنتي. انا ننسى بنتي يا لا لا يخلي حيت كنصور حسن هكا غير شويه. قلتي بحال هكا شبيه هاد لا مزيان بصح. لا تي هو بلا شوفي هكا هكا غادي نكحز بعد هادي. دابا هكا حنايا لاليتي البخور هكا حسن هذاك اللي حطيت من الشاري. المهم هاد البخور اللي سميتو ماما جابتهم اللي كانت في العمره من الحج. قال لك المتابعين عاد صور بشويه. قلت جربتي لهم اللقطات قال لك كي دغيا دوزتي. المهم محمود هو اللي مصورني. صافي علاش ندير هادي بحال هكا واقيلا. المهم قصعتها واخا باين فيها هاد الالومنيوم هكا خارج على برا ولا اللوي. خفت لا نحرق يدي. غتغي هاد القنيته هكا نشوفو شي بنسل. باهي ماشي مشكل ياك. المبيخرة جابتها لي ماما من العمرة. وحدة لي وحدة سارة. ريحتو زوينه ياك البارح كذا ملي كتقرب. البارح كنا في السوق وهذا باين حتى هو شم ريحه البخور زوينه. نحطها هنا ياك نحطها في شي بلاصه نبعدها على اميره. اش ماشي ريحه بخور ولا نزيدو؟ وراه انت اللي قلتي لي ديري شويه. نمشي نجيبو باقي شويه. محمد صور لي لقطات ياك بمجيء. المهم نعتذروا على هذا المنظر. المهم حيت غي باش نهزو سخون راه كاين باش غادي نهزو نطلعو من الكوزينه من الفوقانيه. الله السي محمود مع سخان هكا ايه حيت تقال. واخا هكا واخا كيبانو صغار هاد الشكل هكا كيبانو تقيل. محمود حط حيت انا ما كنعرفش نشد بالعسريه باليسريه. خصني شي حاجه سخنه دغيا. اميره كانت ما بتبعتني نشتغل مكان اميره. دابا مزيان مع سخنه بزاف. داكشي هزيتها بالزيت سخونه تحرق لي صبعي. كلاش كلاش اميره كلاش
würden dich. Amir, kannst du mal bitte warten? Ja? Schau mal, ich komme. Amira. Wie die Habiba. Bist du nicht? Allah. Bist du einmal? Allah. Allah. هادو كنيت زوينين ولا غير متوسطين حطيهم واخا كبار هادي هادشي اللي كاين صافي المهم الحباب طبلا هي هادي كنتمنى لكم عواش مبروكه دوزوا العيد على خير والف خير مع احبابكم اهم حاجه الصحه والواحد يكون شويه فرحان هادشي اللي كان اهم حاجه الصراحه الحباب الا الواحد كيكون وسط الحباب وسط حبابه وعائلته راه هذيك احسن ما كاين في الدنيا هادشي اللي كان احبابي كنتمنى لكم نهار مبروك ونتلاقاو من بعد باقي كيصور الكل لا ماشي مشكل الصوت ما كاينش في هذا الفيديو داكشي غيكون داك الديكالاج في الصوت لان بنتي لعبات لي بالميكروفون كنت شتا ما رضيتش البال نقول لها راه خصني نزيد في الصوت لذلك غادي اين نقول لكم شنو قلت في هذا الفيديو غير قلت انني فرحانه بزاف دوزت احسن عيد يعني في هاد 10 سنين كلها اول مره حسيت بواحد العيد من داكشي الرفيع خلاص في هاد الكليسه اميزيغيا وسط حبابي وسط اهلي راجلي عجبو الحال بزاف الاخوان ديالي ماما حتى هي فرحات بزاف واحد الجو زوين وانا عرفتي ديك خفيف ظريف الهدوء عقلنا على العيد ديالنا منين داز صراحه اول مره كنعقل منين داز هاد القطبان منين داز داك اتاي المهم اتاي مازال مشربت راه شاده في يدي غير كي قلت لكم زعما الله يحسن العوان زعما الجاليه المغربيه اللي عندها ظروف او اسباب اللي ما تقدرش تدوز العيد في المغرب ولكن ما كاين ما احسن اجواء العيد غي هذا في المغرب الوحيد وانتم تيشدي في ديغي باش نشربوا حيت انا ما كاينش نشربوا وسط الشوا انما داك سالي الشوا وناكل هذا عاد باش كنعقل اتي منين داز زعما عقلنا زعما منين داز الشوا الحمد لله وشكر لله وكي قلت لكم راجلي بعدا عجبو الحال فرح 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 بزاف واميره ما نعاودش لكم لالا اميره زعما تبارك الله عليها عجبها الحال فرحانه وغير كتنقص بالفرحه الذبيحه هي اللي ما حضرتش ليها وهذا المهم غير شافته صافي انت ما راجلي كيضحك ورايا ثم الحباب اميره فوزي شي اوف باسن غادي للبحر برافو اميره تول مارسو دا سوبر نلا ما بتشتم المهم هذا وقفنا بالطوموبيل غير باش هذه سنه وحسنا ياخذوا شي حاجه من الباتيسري صافي هادشي اللي كاين كي قلت لكم على حسب الاسمنه راه الدار باين من الثمن ديالها من الشكل ديالها الموقع ديالها والمتابعين سولوني اسماء واش باقي فيلات واش كاين شي بيرو ديال فيرما وشوف راه كان كاين البيرو في مارينا ولكن راه قفل الحيط راه كلشي تبارك الله الفيلات هادو تباعوا في داك المشروع عرفتي راه تخاطفوا عليهم الناس راه حنا عندنا الزهر واحد الخطره اول مره مشينا لذاك لوطيل فاش لقينا داك المشروع دايرينو والزهر الزهر كنا باغيين نشرف دوك الفيلات القدامين اللي على البحر ولكن للاسف الصراحه
كلهم تباعوا والحمد لله لقينا شي حاجه في الصف الثاني ديك قدرنا عندنا ديك الطليله على البحر على الجبال اللي بحال دابا الناس اللي في الصف الثالث ولا الرابع راه ما كيبانش لهم بزاف الصراحه زعما راه الزهر وصافي. اما وبنت هذا الراجل قال لي مكره قال لي الفيلات الا كان شي حد بغى يبيع قال لي غنشري من عنده زعما الفيلات اللي كاينين القدام صراحه عتي كيف وجع على الروح خصوصا على القلب وخلاص في البلاد في بلادنا عرفتي راه صراحه العيد لا يقدر بثمن دوزي وسط حبابك وفي بلادك هذاك هما الاجواء ديال العيد الكبير عوض صراحه الله يحسن العون الناس اللي ما كتقدرش تجي للمغرب ولا عندها مسؤوليات ولا ما يمكنش ولا ما ما ما, 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 ما يعني عندهم كي كنقولوا اسباب على انهم ما يهبطوش المغرب وهذا الشيء اللي كان مهم صافي كي قلت لكم هادشي اللي كاين راه الفيلات ما بقاوش فيغمون تسالاو تسالاو كي قلت لكم راه يزر لقينا ما كنت عطلنا ما لقاو حتى شي حاجه صافي هادشي اللي كاين احبابي الفيديو غادي نساليو معكم دابا باقي تبعنا الزياره ديال العائله والاحباب خليت لكم راحه البال مع السلامه نتلاقاو في المانيا ان شاء الله.